وبالعودة إلى تفاصيل نشرتنا، وفي بلدة الواحة بالسفيرة مشاهدين عمت الفرحة أرجاء المدينة احتفالا بنصر الجيش العربي السوري في السفيرة وإعلانها منطقة آمنة. الله يحمي الجيش، أولاد الجيش. أنا عم شهيد عسكري استشهد من سنة وما بسامح اللي قتلني ابني، شهيد عسكري وحيد. أفراح عارمة عمت مدينة الواحة بريف حلب الجنوبي الشرقي، حيث خرج أهل المدينة في مسيرة حاشدة ابتهاجا بما حققه الجيش العربي السوري في السفيرة، رافعين علم الجمهورية العربية السورية عاليا وسط زغاريد وهتافات ودعاء من القلب للجيش العربي السوري الذي حقق وما زال يحقق النصر تلو الآخر على الإرهاب ومرتزقته. بزنود هالشباب الحلوة، بزنودة. شو قولي لهم كلمة؟ بزنودة، الله يحميهم ويسر أمرهم ويوفر يا رب ويكون معهم. وفرحنا فيكم جيتوا لعنا، فرحانين انه حتخلص فينا باذن الله، فرحانين على الجيش العربي السوري، فرحانين عليه من كل لبنان. شو بدك تقول للجيش؟ اقول للجيش لو بفضلك كلمتين، نحن بفضل الجيش فكينا السفيره كلها وحررت السفيره كلياتنا بفضل الجيش وقوات البعثه، ان شاء الله كل سوريا تكون بخير. انا محيي الجيش وكله نصرنا وحمونا. احيي الجيش بهالنصر العظيم اللي حررونا السفيره ورجعوا هيك الفرحه لقلوب هالاولاد وقلوبنا، والله يحيي الجيش ويحميهم وينصر هالبلد كله يا رب ويرجع الامن والسلام لهالبلد. بفضل الجيش والحمد لله، الله محييكم يا رب، الله يحميكم، الله يحميكم يا رب. بقول الله يحييكم من نصر لنصر، ان شاء الله الله ينصركم ويخلينا بشار. للجيش العربي السوري شو بتقولي له؟ الله يحميه وينصره ويخليه، الله يحميه وينصره ويخليه ربي، ومن نصر لنصر. الله يحميكم يا ابني، الله يحميكم. كل مناطق حلب الحمد لله ان شاء الله باذن الله تتحرر باذن الجيش. وبسياده غزل الرئيس قائد على الجيش، ان شاء الله منصورين باذن الله. والله خلينا الجيش، الله يحميهم. انا بحب اشكر جيشنا كثير كثير لانه مثل ما صبرنا نصرنا وما خلى صبرنا يروح على الفاضي. محافظ حلب السيد محمد وحيد عقاد حضر الاحتفال مع عدد من الضباط الذين عبروا عن غبطتهم بالنصر من خلال التصفيق والهتاف مع الاهالي صفا واحدا. وبانتصارات ابطال جيشنا الباسل يكبر الفرح ويحيا الامل بعوده وطننا سالما معافى من كل من اراد له الذبول.